شايفين الوصفة الحلوة دي؟ شايفين الشكل الحلو ده؟ تعتقدوا ده ايه؟ يلا بينا ندخل ونشوف ايه ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مدام مها من قناة رزماهي. هعمل حاجة حلوة عجبتني فقلت اما اعملها معاكم. مكوناتها سهلة جدا. كيك، لو عندي كيك بايت او بسكويت ممكن كمان، وعندي كريم كراميل، عندي قشطة، عندي نسكافيه وبسكويت فيري وحليب 3 كاسات. دي واحدة اجيب البسكويت عشان انا دايما بنسى. هقطع الكيك، شوفوا حتى لو اتقطع منكم طبعا دي مش هتكفي، الحمد لله عندي واحدة كمان. شوفوا انا بقطعها ازاي، اللي عايز يفتفتها كمان يفتفتها. يعني ايه فتفتها يا مها؟ يعني برومها كده كده اهو، كده كده اهو، كده اهو، ونقوم اعملها. ما بيحتاجش والله، ده بسرعة جدا جدا جدا. هما 3 كاسات حليب هحطهم على النار ويغلوا، وايه وهحط الايه الكراميل عليهم. ناقص نص كوباية هجيبها وهولع النار دلوقتي اهوت. نص الكاسة اللي باقية لان الشفشق ما خدش ايه، قال لك كاسين ونص، وادي الايه كذا. انا حطيت الباكوين الاتنين الكيك، خليتها تبقى ايه مظبوطة، وبحط عليها كده، حطيت في الفوارق. جبت الخلاط وفضيت الكريم كراميل، ربنا يستر على الخلاط لان الكريم كراميل سخن. هفضي علبة القشطة بحالها، وهخلطها وهستنى شوية ونقص شوية منهم عشان ايه، دي واحدة هحط كده عشان مت ايه. هحط البسكويت الجيري، هو المفروض 4 بكاوي من البسكويت الجيري الصغيرين. شوية شوية، بتاع الوصفة سهلة وجميلة وسريعة. هحط معلقة نسكافيه، وهصب الايه الخليط على الايه على الكيك، وهدخله الايه التلاجة على الاقل لحد، شوفوا مش هقول لكم بالساعة، لحد ما ايه يجمد خالص. دي نهاية وصفتنا، الحل اللي عملته بالكيك والكريم كراميل الجاهز والشوكولاته اللي على الايه على، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يلا جربوها واعملوها وقولوا لي ايه رايكم.